الأسئلة اللي بتيجي بالفاينل راح أشرحه لاحقا، بس أشرح اللينك الليست هاد على الستاك لأنه فرح نشرحه. من الأسئلة اللي بتيجي بالفاينل بحكي إن عنا ستاك 1 and ستاك 2. ستاك 1 initially يعني حاطط قيم بستاك 1 and ستاك 2 empty فارغ. ستاك 1 وستاك 2 طولهم 10 يعني limited equal بس بيساوش غير 10 عناصر، واضح؟ هذا بالنسبة للستاك. طيب حكينا عندنا هذا البرنامج بدنا نبدأ على الستاك، أعطيني شكل الستاك بالنهاية، يعني بعد ما تنفذوا كل هاي الأوامر أعطوني شكل الستاك بالنهاية كيف رح يكون. هيا نشوف أول أمر، هي اللي هو هدول. حكالي فور آي بتساوي صفر، آي من عند صفر لعند آي أقل من ثلاثة ما في مساواة. بوش بده يعمل بوش، بوش مين؟ بوب الإس 1 في إس 2، بده يطلع من إس 1 بوب، هاي بوب يطلع، هاي لما تكون آي صفر لسه يطلع بوب للتسعتاش، وين ده يحطها؟ بإس 2، بده يعمل بوب من هون ويحطها هون. ليش؟ لأنه حكى له بوش ضع، يعني أدخل، أدخل مين؟ أدخل القيمة اللي بتخرجها من إس 1 وضعها وين؟ بوشها بإس 2، فراح تصير هون في 19، واضح؟ فراح 19 من هون، راح يرجع الدوران تصير اي كام؟ 1، بده يعمل بوب لإس 1، وين صار المؤشر عندنا؟ كانت هون آخر قيمة، هلا بصير 3، وين بده يعملها بوش؟ بإس 2، برجع الآي صارت كام؟ 2، بيعمل بوب لإس 1، مين صار عندنا بإس 1؟ 5، لأن هدول خلاص انحذفوا، وين بده يعملها بوش؟ بإس 2، صح؟ فصارت هون 5، راح تصير اي 3، 3 مش اقل من 3 فراح يطلع. هينا خلصنا هذا الشرط، واضح؟ نيجي هون على الشرط اللي بعديه اللي هو هاد، برضو اي تساوي كم؟ 0، اي اقل من 3، نفس الخطوات، يعني اي راح تبدا من 0 الان، واي اقل من 3، وكل مره بنزيد اي بوش، اوكي بده يعمل بوش، بوش لمين؟ بوش لإس 2، بس شو احط فيها إس 2؟ احط فيها توب إس 1، هي إس 1، وين صار التوب عندها؟ 10، على أساس إنه هدول تحذفوا، صح؟ 10، توب هاي ميثود موجودة بالستاك، شو بتعمل؟ بترجع لي القيمة الموجودة هون، اوكي؟ القيمة الموجودة هون بدون ما تحذفها. القيمة موجودة بإس 1 بدون ما نحذفها، يعني التوب أصلا هو هون بأشر، شايفين؟ التوب هو أصلا هون صار، التوب برجع للقيمة الموجودة بأشر عليها التوب بدون ما يحذفها، مين هي القيمة اللي إحنا موجودين عندها؟ بس ما بحذفها، أوكي؟ يعني ما بعمل لها بوب، ما بحذفها. هلأ آي تساوي صفر، ده يعمل توب إس 1، التوب اللي على الإس 1 كم هي؟ 10، 10 وده نعملها بوش وين؟ بإس 2، راح تنحط هون، اوكي؟ يعني عمل بوش لإس 2 القيمة الموجودة بتوب إس 1، واضح؟ طيب رح تصير قيمة الآي 1، رح يعمل بوش لإس 2 القيمة الموجودة في توب إس 1، التوب ما تغيرت هي 10، لأنه هو ما عملها بوب بس هو برجعها. هلأ الآي كان بتساوي 2، بوش بده يعمل بوش لإس 2 القيمة الموجودة في توب إس 1، توب إس 1 هيها كمان 10، عند 3 رح يطلع، وظلت هي القيمة محافظة على نفسها، مش زي اللي قبليها إنه حذفناهم، لأن هدول عملنا لهم بوب، هاي توب غير. خلصنا هذا الجزء، نيجي على الجزء اللي وراه. هاد قال لي آي تبدأ من 1، من 0 عند 5، شو نعمل؟ 0، اعملي لي بوش، بوش لمين؟ لإس 1. طب أعملك بوش لإس 1، شو أعمل لك فيها؟ شو أحط لك القيمة؟ قال لي قيمة الآي اجمعي لها 1 وضربيها بعشرة، قيمة الآي كم؟ 0، 0 زائد 1، 1، أضربها بعشرة كم بتصير؟ 10، وين أحطها؟ بإس 1، إذن هاي التوب كانت هون، وين أحط العشرة؟ هون، صارت المؤشر بطل هون، صار هون، صح؟ رح ترجع الآي كم بتصير؟ 1، اعملي بوش، بوش لإس 1، صح؟ شو أحط فيها قيمة؟ 1 زائد 1، قيمة الآي 1،
زائد واحد الأصلية، واحد زائد واحد اتنين، اتنين في عشرة 20، وين أحطها بإس 2؟ إذن هاي هون ده يصير كمان 20. هلا راح ترجع الآي تصير كم؟ 2، راح تصير 2. طيب نعمل بوش لإس 2 نفس الخطوات، 2 زائد 1 3، 3 في 10 30، راح نحطها في إس 1، هاي 30 هون راح تصير. اوكي بعدين راح تصير الآي 3، ويحكي بوش بدنا نعمل بوش لقيمة الآي زائد 1 اللي هي 3 زائد 1 4، 4 في 10 40، وين نحطها في إس 1؟ هاي هون صارت عنا 40. اوكي 40. هلا نرجع للآي، الآي راح تصير 4 صح؟ 4 زائد 1 5، 5 في 10 50، وين بدي احطها في بوش؟ في اس 1، هي 50. اوكي هي 50 راح تصير اي 5، 5 مو اقل من 5 راح يطلع. هنا خلصنا هاي الدالة، نيجي للي وراها اللي هي هاي. قال لي اي تبدأ من صفر وبتنتهي عند أقل من اثنين، أي صفر بوش، بوش وين؟ في إس تو، هون بدنا نعمل بوش. هي في إس تو شو أعمل لها؟ أي اللي هي قيمتها صفر، صفر زائد واحد، واحد، واحد في عشرين، عشرين، وين أحطها في إس تو؟ إذن هون رح تنحط العشرين صح؟ رح نرجع الأي تصير واحد، واحد زائد واحد اثنين، اثنين في عشرين أربعين، وين أحطها في إس تو؟ نعملها بوش، أمر بوش. نرجع آي رح تصير اثنين، اثنين أقل من اثنين لا رح يطلع. هاي خلصنا هاي العملية، نشوف اللي وراها. اوكي يلا نشوف اللي وراها اللي هي هاي. آي رح تبدأ من صفر، حلو، لعند وين؟ أربعة. اللي بوش، اوكي بوش لمين؟ لإس ون. طب شو احط في اس 1؟ البوب اللي بتطلعه من مين؟ من اس 2. حلو، عند اي الصفر بيعمل بوب لاس 2، مين راح يعملها بوب؟ ال 40، وين بده يحطها؟ في اس 1، هاي ال 40. بعدين راح يصير الاي 1 صح، لانه دوران، راح يعمل بوب لاس 2، شو راح يعمل بوب لمين؟ ل 20، يحذفها، وين بده يحطها؟ باس 1، تصير 20. ايه واضح. بعدين رح تصير الآي كم؟ اثنين، رح يعمل بوب لإس تو. اوكي رح يعمل بوب لمين؟ لإس تو، لمين؟ للعشرة. اوكي هاي رح يعمل بوب للعشرة ويحطها وين؟ بإس ون. لما يجي يحطها بإس ون شو بيحكي لي البرنامج؟ بيحكي لي أوفر، يعني أو فول، الستاك صارت فول، ما راح اقدر احط لك اياها فول، راح يطلعها من اس 2. بس لما يجي يعملها بوش باس 1 بعطينا بس مسج انها فول، صار الستاك عندنا. اوكي صار فول، بيرجع بصير الاي كم؟ بتساوي 3، 3 اقل من 4، بيعمل بوب لاس 2، بيعمل بوب لهاي العشرة، بده يجي يحطها باس 1 برضه بيعطيني امر انها ايش؟ فول. اوكي بيعطي امر انها فول، لانه احنا بنكون كاتبين مسج لما نعمل البرنامج، اذا كانت المكدس ممتلئ، الستاك ممتلئ، اعطي رساله انه المكدس ممتلئ فول، يعني ما تغلب نفسك باي شيء تاني، يعني ما يعلق البرنامج او يعمل لك مشكله، لا بس اعطيني مسج انه المكدس فول، فهو بتنفذ الامر بس ما بضعف المكدس لانه المكدس ممتلئ. بناء على ذلك هيك صارت عنا المكادس بعد ما خلصنا. هون 13، هون 2، هون 10، هون كأنه كمان 10، يعني انتو تتبعوا لما شرحت 10، 20، 30، بعدين عنا هون 40، بعدين 50، بعدين رجع 40، بعدين ايش؟ 20. اوكي ستاك 2 19، 3، 5، 10. هيك حلينا هذا السؤال. هاي من الأسئلة اللي بتيجي بالفاينل.